مرحبا أصدقائي، قدمت لكم بالمقطع السابق 10 أنميات صدرت سنة 2020. راح أحط لكم رابط المقطع بالوصف، شوفوه وانطوني رأيكم به. واليوم راح أقدم لكم جزء ثاني و10 أنميات جديدة متميزة قصيرة صدرت سنة 2020، إن شاء الله تنال إعجابكم. فإذا تعجبكم هاي المقاطع لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، هالشي يشجعني بنشر المزيد. واتركوا لي آراءكم ومقترحاتكم بالتعليقات، لأن جدا أحب تعليقاتكم وأتابعها. ويلا نبدي. وبالمرتبة العاشرة أنمي Our Last Christ or The Rise of a New World. الاسم طويل لكن الأنمي ممتع. أحداث الأنمي عن حرب اندلعت بين إمبراطورية متقدمة علميا وبين مملكة الساحرات اسمها نيبوليس. وبأحد الأيام التقى أصغر فارس بهاي الإمبراطورية واللي حاصل على لقب أقوى شخص بالإمبراطورية، التقى بأميرة مملكة الساحرات. وعلى الرغم من أنه هم اثنينهم عدوين، إلا أنه الفارس والأميرة تصير بيناتهم عاطفة متبادلة. الفارس راح ينغرم بجمال وشخصية الأميرة، والأميرة راح تحب قوة وأسلوب حياة الفارس. فهل هاي العاطفة راح تسبب نهاية الصراع بين المملكتين؟ هالشي حنعرفه من أحداث الأنمي المكون من 12 حلقة ومن تصنيف أكشن خيال رومانسي عسكري. وبالمرتبة التاسعة أنمي سيتون أكاديمي. سيتون أكاديمي يتحدث عن أكاديمية اسمها على اسم الأنمي، لكن هاي الأكاديمية مختلفة عن أي أكاديمية ثانية. أكاديمية مكونة من حيوانات ناطقة كثيرة، ووجود البشر نادر بيناتهم، وموجود بهاي الأكاديمية بشري وحيد. ومن سوء الحظ هذا البشري يكره الحيوانات بشدة ومن كل أعماق قلبه، فشلون راح ينسجم هذا البشري ويا الحيوانات الموجودة بالأكاديمية، وشنو المواقف اللي حتصير بيناتهم، وخصوصا من ينضم لهم شخصيات أخرى صاخبة وكثيرة المشاكل. أنمي كوميدي خفيف لطيف مكون من 12 حلقة ومن تصنيف كوميديا مدرسي. وبالمرتبة الثامنة وأنمي The Case Files of Jeweler Richard. هذا الأنمي قصة مميزة ومختلفة عن باقي الأنميات. تتحدث عن شخص اسمه ريتشارد عنده معرفة كلش عميقة بعلم المعادن، وهو يشتغل مثمن مجوهرات بريطاني شاب وسيم عنده محل صغير باليابان. وبيوم من الأيام طالب جامعي ينقذه من مجموعة سكارة قاعدين يضايقوه. وبعد أن عرف هويته كمثمن للمجوهرات، انطى ياقوتة وردية يعتبر هو إرث من جدته. وفوق هذا كله الطالب الجامعي قام يشتغل عند مثمن المجوهرات ريتشارد، لكن عملهم صار مختلف تماما. مو فقط يخمنون أسعار المجوهرات، لكن يكتشفون حقيقة ودوافع المشاعر المخفية والرسائل المخفية بداخل الأحجار الكريمة لكل شخصية تجيهم للمحل. وهذا الشيء يخليهم يتعاطفون مع القصص الصغيرة وراء كل قطعة مجوهرات لكل شخصية. أنمي خاص مميز نكهته خاصة، مكون من 12 حلقة ومن تصنيف الغموض. ونبتعد عن جو الغموض ونتوجه للمرتبة السابعة وأنمي تواليت بوند هانوكوكون. هذا الأنمي يتكلم عن الأساطير، أساطير يابانية خاصة. بعض الأساطير اليابانية ذات قيمة عالية وبعد غامض أو مرعب، لكن أكو أساطير تكون لها جانب مضحك أيضا. وهاي قصة الأسطورة اللي بهذا الأنمي. أنمي مدرسي يتحدث عن واحدة من الأساطير اللي إلها علاقة بالمدارس، واللي هي من الحكايات الأكثر شهرة هي حكاية هانوكو-سان، شبح لفتاة صغيرة تطارد حمامات المدرسة تحديدا. القصة عن أكاديمية، هاي الأكاديمية تمتلك نسختها الخاصة من أسطورة هانوكو-سان، واللي مأطرة بإطار شائعة أنه إذا نجح الشخص باستدعاء هاي الأسطورة فراح تكون إلى رغبة محققة. لكن
أغلب الطلاب حاولوا أنه يستدعون هاي الأسطورة وما قدروا، ومع ذلك أكو شخصية واحدة قدرت تستدعي هاي الأسطورة، واللي اكتشفت من بعدها أنه هاي الأسطورة مو بنية وإنما ولد. ومن بعد الاستدعاء عرفت الهدف الأساسي من وجوده، وصارت الكثير من المواقف والمغامرات سوية بالأكاديمية. كل هاي الأمور اللي حنعرفها من خلال حلقات الأنمي الـ 12، وهو من تصنيف خارق للطبيعة كوميدي مدرسي. وبالمرتبة السادسة أنمي ناتسوناغو. أحداث هذا الأنمي من بعد وقوع زلزال فجأة بمحافظة اسمها كوماموتو، ومن بعدها بطلة هذا الأنمي ناتسونا تفقد الاتصال بأعز صديقاتها على الانترنت إيتسوكي، فتقرر أنه تنطلق برحلة من طوكيو إلى كوموماتو حتى تعثر عليها. وبأثناء رحلتها راح تضيع بمنطقة ريفية، وتصادف هناك عدة شخصيات راح تساعدها وتستضيفها وتوجهها برحلتها حتى تلتقي بصديقتها. وبمساعدة هؤلاء الشخصيات راح تقترب ناتسونا من اكتشاف اللي صار الإيتسوكي. فكل المواقف اللي حتصادفها واكتشافها للحقيقة راح نعرفها من حلقات الأنمي الـ 12، واللي من تصنيف دراما شريحة من الحياة. وبالمرتبة الخامسة أنمي إنسبكتر. هذا الأنمي يتحدث عن الفاصل بين عالم الأرواح وعالم البشر، وعالم الأرواح هنا اسمه يوكاي. معظم الأرواح الموجودة هي أرواح حميدة، لكن أكو مجموعة فرعية معينة تهدد هذا الفاصل بين عالم الأرواح وعالم البشرية، وهنا راح تنطلق قصة هذا الأنمي ويا شخصيتين من المتحررين وسطاء بين العالمين يحلون المشاكل الخارقة للطبيعة اللي تصير بطريقهم. وأثناء حل هاي المشكلات وأثناء تجولهم بالحد الفاصل بين العالمين راح تصير لهم مشاكل هواية وأحداث كثيرة جدا. هاي الأحداث كليتها راح نتابعها من حلقات الأنمي 12، واللي هو من تصنيف خارق للطبيعة غموض كوميدي. وبالمرتبة الرابعة أنمي دورو هيدورو. هذا الأنمي يتحدث عن مدينة كئيبة جدا اسمها الحفرة. بهاي المدينة مجموعة من السحرة يختطفون الناس من الشوارع ويستخدموهم كفئران تجارب شنيعة بفنون السحر الأسود. وبوحدة من الأزقة المظلمة نلقى بطل هذا الأنمي واسمه نيكيدو، وهو رجل مع رأس زاحف فاقد للذاكرة، وحتى يتخلص من التعويذة اللي صارت عليه فراح يطارد ويقتل السحرة بمدينة الحفرة، على أمل أنه ترفع عنه هاي التعويذة بقتل الساحر اللي ألقاها عليه. فراح نتابع الكثير من الأحداث بحلقات الأنمي الـ 12، واللي هو من تصنيف أكشن خيال رعب كوميدي. وبالمرتبة الثالثة أنمي بوكو نو توناري، وهذا اسمه بالياباني. يتكلم عن شاب يحاول يحصل على حياة مدرسية طبيعية قدر الإمكان، لكن ينتهي به هذا الشيء أنه يكون زميل لشخص غريب الأطوار اسمه كابوتو. كابوتو هو طالب بالمدرسة الثانوية عنده نوع من أنواع الوهم والخيالات، يعتقد مرة أنه هو فارس برحلة، ويدعي من جهة ثانية أنه إزالة رقعة من عينه راح تطلق سراح شخصيته المظلمة واللي يسميها مايكل. الشاب اللي يريد يعيش حياة طبيعية مصمم على عدم السماح لكابوتو أنه يضايقه، لكن القول أسهل من الفعل، وراح نشوف الكثير من الأحداث والمواقف اللي تصير بيناتهم بحلقات الأنمي 12، واللي هي من تصنيف كوميدي مدرسي. وبالمرتبة الثانية أنمي BNA. قصة هذا الأنمي وأحداثه بالقرن 21، لما يظهر للناس نوع جديد من البشر على شكل حيوان، كان هذا النوع مختفي بالظلام عبر تاريخ الإنسان. تتكلم القصة عن فتاة تعيش حياتها بكل أريحية كشخصية بشرية طبيعية، لكن بوحدة من الأيام تتحول إلى بشرية من النوع الثاني اللي بيها بعض الصفات الحيوانية.
وهذا الشيء يخليها تهرب من حياتها السعيدة إلى مدينة خاصة جديدة. هاي المدينة اسمها إينيميا، وتم إنشائها من 10 سنوات حتى تكون ملاذ للبشر اللي أشكالهم حيوانية، وتقابل هناك ذئب بشري يكره الناس الطبيعيين. تتغير الحياة لهاي الشابة 180 درجة، وتبدي تتعرف على المحيط الجديد حواليها وعلى أفراحهم وأحزانهم، ويحاولون بنفس الوقت أنه يحلون الكثير من الأمور الغامضة اللي أدت أنه تتحول هاي الشابة من إنسانة طبيعية إلى إنسانة ثانية، وهذا الشيء لح يؤدي بيهم إلى حادث ما كانوا يتوقعوا أبداً. الأحداث اللي صارت بيناتهم والحادث الغير متوقع راح نعرفه من أحداث الأنمي بحلقاته 12، واللي هو من تصنيف الخيال. وبالمرتبة الأولى والأنمي اللي اسمه غريب وقصته أغرب، اسم الأنمي The Eighth Son Are You Kidding Me؟ هذا هو اسم الأنمي الغريب، وقصته تتحدث عن شاب عمره 25 سنة يشتغل بوحدة من الشركات، وبعد يوم عمل طويل ومتعب يذهب للنوم، لكن لما يستيقظ يلقى نفسه بعالم ثاني وبداخل جسد صبي عمره 6 سنوات عنده موهبة بالسحر. هذا الصبي اللي يتمثل بداخله اسمه فيندلين، وهذا الصبي هو الابن الثامن العائلة نبيلة تعيش بالريف. ورغم أنه الشاب تحول إلى جسد الصبي، لكن يبقى محتفظ بكل ذكرياته. من بعد استيقاظه على هاي الحالة راح يحاول أنه يغير وضعه الاجتماعي للأفضل، وحتى يثبت قدرته السحرية العظيمة المكتشفة حديثا. الأحداث الغريبة لهذا الأنمي راح تشوفوها بحلقاته 12، واللي هو من تصنيف أكشن خيال. لهنا انتهى مقطعنا لهذا اليوم. شنو رأيكم بالأنميات المستعرضة؟ ويا واحد بيهم هو اللي عجبكم، اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات، وإذا أكو أنمي ما ذكرته همين اكتبوا لي بالتعليقات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، هالشي يشجعني بنشر المزيد. ومنا لحد ما أنشر المقطع القادم أتمنى لكم أوقات سعيدة وتحياتي لكم.